أهلا بك عزيزي المشاهد مجددا. أنا الغواصة كيلو 636، الغواصة الجزائرية الروسية. إن البحرية الجزائرية هي فرعا من فروع الجيش الوطني الشعبي الجزائري، ولقد تم بناء البحرية الجزائرية وتنظيمها بمساعدة من الاتحاد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة. وليس هذا فحسب، بل اعتمدت الجزائر على مصادر أخرى للحصول على المعدات كبريطانيا وبولندا منذ نهاية الحرب الباردة. ظلت روسيا شريكا هاما، ولكن الجزائر سعت لمصادر أخرى لتحديث أسطولها والحصول على المعدات وكذلك إنتاجها وصار التصنيع المحلي لبناء سفنها في قاعدة المرسى الكبير بوهران. بعد سنة 2006 شرعت البحرية الجزائرية في برنامج جديد لتحديث البحرية لجعلها واحدة من أقوى بحريات البحر الأبيض المتوسط. وكان البرنامج المسطر يستهدف اقتناء 4 فرقاطات، 2 منها يصنعان محليا، وبين 4 و6 طرادات، 2 منها على الأقل يصنعان محليا وحاملتي مروحيات ثانية. كذلك شهدت سنة 2006 أيضا صفقة تسليح مع روسيا، حيث تعاقدت الجزائر لتزويد أسطولها بغواصتين جديدتين من نوع كيلو 636 وتحديث الغواصتين كيلو 877 بمواصفات غواصات كيلو 636 وتطوير فرقاطات كون 3 لزيادة عمر تشغيلها الافتراضي، ويشمل ذلك تنصيب أنظمة تسليح ورادارات جديدة. موضوعنا اليوم هو التعرف على الغواصة كيلو 636، الغواصة الجزائرية الروسية، وتسمى أيضا غواصة فرشافينكا أو القاتل الهادئ. إن الغواصة الجزائرية الروسية كيلو 636 أو فرشافينكا من غواصات الديزل الكهربائي، وبدأ تصميمها في أواخر السبعينات، حيث تتميز هذه الغواصة بقدرتها على التخفي ومتابعة الأهداف لعدة أسابيع ثم تدميرها بصاروخ مجنح أو بطوربين. أطلق عليها اسم المشروع رقم 636 أو رقم 877 الغواصات المصدرة إلى الخارج، وتستخدم الغواصة لمكافحة السفن والغواصات المعادية وحماية القواعد البحرية وخطوط المواصلات البحرية. وتعرف الغواصة في الغرب باسم كيلو أو القاتل الهادئ. يعمل هذا الطراز من الغواصات بالديزل، كما تتسم هذه الغواصة بكونها لا تولد ضجيجا كبيرا. وتستخدم فرشافينكا في المناطق البحرية المحدودة ذات العمق الصغير، وتعتبر من أفضل غواصات هذا الصنف في العالم. وتم تصديرها إلى كل من إيران والهند والجزائر وبولندا ورومانيا، كما أنها ما زالت قيد الاستخدام في القوات البحرية الروسية، حيث يوجد لديها 24 غواصة. المواصفات الفنية التكتيكية للغواصة: السرعة على سطح الماء 17 عقدة بحرية، السرعة تحت الماء 20 عقدة بحرية، عمق الغوص العملي 240 مترا، عمق الغوص الأقصى 300 متر، مدة الإبحار المستقل 45 يوما، الطاقم 57 فردا، الحمولة على سطح الماء 2300 طن، الحمولة تحت سطح الماء 3950 طن، طول الغواصة 76.2 مترا، العرض الأقصى لجسم الغواصة 9.9 متر. الأسلحة: تتميز هذه الغواصة بصواريخ وتوربيدات، 6 توربيدات عيار 533 ملم معمرة أو أوتوماتيكيا، 18 توربيدا معمرا بطريقة عادية أو 24 لغما،
أسلحة الصواريخ. الصواريخ المضادة للسفن من طراز ZM-54A. 4 أطقم من للصواريخ المضادة للجو من طراز سريلا 3. شكرا لك عزيزي المشاهد لمتابعة هذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو امتعونا بلايك واشتراك للقناة، وشكرا لكم.